الاشكال لما الانسان يجي يتودد لك يتودد يتودد وين انت تقول باللي الهدف ديالو هدف انساني فقط انه انسان حب نكون صديق حب يتقرب هكا يعني لكن نيته شيء اخر مصلحه نعم لكن لما يوصل للمكان المناسب يعني القرب العاطفي من الانسان هذاك اللي يكون يعتبره هدف بالنسبه له يعني كسب نعم كسب ثقه ديالو ربما حتى يلحق الانسان هذاك تكون ما تعرفوش كامل تلحق حتى تدخلوا المنزل ديالك تعرفوا على الاهل على اساس انه انسان قريب قريب عاطفيا لقيت منه مواقف مليحه نهضروا عاطفيا ماشي ماديا بعدها لما يوصل يستغلك ربما يحتاج شبكة المعارف الخاصة بك ما يحتاجكش انت يديرك جسر نعم يديرك جسر لما يفوتك يعني المرحلة اللي بعدها راح يتخلص منك ربما راح نقولها يبلوكيك ربما راح يمحي أصلا رقمك من الهاتف ما يوليش يعرف أشخاص خاطر خلاص وصلت نعم.